شكرا يا أخ حسن على هذا السؤال. هل أنت شاعر بالفطرة أم ناظم أم شعر؟ الشعر بالفطرة، أنا أكتب الشعر بالفطرة. الفرق بين الشعر بالفطرة والشعر الناظم، الشعر بالفطرة إنك تكتب على طول، يعني تجيك الفكرة دائما، تكون عندك الأفكار متواردة، العاطفة شغالة. لكن الشعر النظم أو ناظم إنك تكتب كلام بدون عاطفة، يعني يكون نظم كلام